النبي عليه الصلاة والسلام يناد الحديث يروى الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يناد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو نمي ربي الخير أسيفك ثمسني نغل فقه ذي الدين أيضا أخطر الفقه يتعلق بعمق الدراية إلى العلم العلم ثمسني المعلومات ولكن إلى الفقه يشم ذي العمق عمق الدراية ذي الفهامة ربي سبحانه في سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام يناد ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان إلى العلم مثل الفهامة لذلك ربي سبحانه الحديث مدينة من يريد الله به خيرا ولم يبغى ربي الخير أسفك الفقه في الدين الدين كلية من الكليات الخمس يعني ذلساس تذرث بمذان أين النظام ذي الدين دي وصل في اللاس مثال لو كان تريث مثلا أذي لي يوني عاش الدنيا ورس على الدين يتشى يسوى يتسمغر يموت لا يعني أم بعد الحياة يسوى الزلف ثكفى الدنيا ثكفى الحياة أذيك الشم ذي الأخرث أذي روحوا دي تسوغال وزماد نيماجيني بنادم ورس على الدين لذلك الدين ذي نتساري قرزنا وكثو ذرث بمذان المقاصد الشريعة في مقارنة الكليات الخمس إلى الدين حفظ النفس مثلا في شيث البنادم تسعى القيمة يعني ربي سبحانه يفتى القيمة يوم ذان أم نتسام خلقيف مدينة فكأنما قتل الناس جميعا بعد إن دفك أنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا بشغد يفكشوا القيمة ترويح النفس إلى آخره هل صفي الدين هو الأساس ولكن سمحتي الحديثين دي الفقه في الدين والفقه ليكتمل إلى أنواع الفقه نوع مزوارو اسمس فقه النصوص أشو المعنى اسم فقه النصوص معناه أنغر أول ذي القرآن ذي السنة نفهم النص المعنى الظاهر إلا فقه المقاصد أنوالي ذشو الهدف ذشو الأسرار من النص ما لديني الشرع زكي عشر طبقة النص أدين السفوغ العشر ما تخدم ذاك تفرع زديك الدمينك يارك ذا ربي سبحانه بمعنى أصبحت ذمتك صافية ولكن ما تخمم ذي المآلات ذي النتائج أستنظ من سفغ العشور يك ودي تغيمير الفقر ذي الدونيس إهليلن إمغفان وقادي ساعة عند لدة طلافة خلوك يا كلان صافي شحال تلوفة فروض الزكاة بمعنى فقه النص ربي ناد في سورة البقرة الآية 110 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أدن فهمغ النص أذكر الله يبارك وقي فقه النص فقه المقاصد أتسوالض المقصود ينس الأسرار ينس الغايات والأهداف صافي من سفها كل عشور الكفوني غفلان في الغش البعد الاجتماعي للزكاة
صافي يجللن إلا ذي ثمتي أسنك سيغفلان أسنك سورفان داين يموضان يوجيلن يوكو قذي خوصن أرنو إن نظن إلا البعد الاقتصادي للزكاة أين يعني ثذمسا إلى البعد النفسي سيكولوجي المعنى يس الفقيرني يحلوليس أذيحني نوليس أروقا ديس عشيرن أسين الحمد لله غسق لي خصة لاني مذانن سفغن العشور أقل يرتاح يرتاح وليس خاطر ما إلا وصف كينارا أثي غض وليس أسيني تسوني جاني أمشاك يا عجبة صافي البعد السيكولوجي النفسي شحال فقه المقاصد كل حكم شرعي يسعى المقاصدين ونربط هذه الأمور بالمجلس إن شاء الله بمضمون الدرس إلا مقارن فقه الأولويات يعني ميزوار النشوال ميزوار النشوال داش الزيور ذوان أضواء إلى الفقه ديننا لو كان هنا ديكر مثلا الديكر قريب دي شرقية طيش وري زوير وذي الظل شفع نغلوثر منتظو لرا لأنه قادوا نظل لرا شفع دلوثر هذه الظل عشاء أثنيج أثنيج الذكرة قبل الفجر ذين يغرفي ثيل سكر دقائق قبل ميزوار نداقي الشغال ما إلى الوقت كافي إلى قادي الظل شفع لوثر ثلاث ركعات أرنو الفجر أرنو الصبح صافي ست ركعات ما يقول يسد الوقت الكافي باش هذه الظل ست ركعات هذه الظل إما إلا كافية أنا هذه الظل كان الوتر يوث صلاة الوتر يوث هذيك تشفعني مي زوال نشغال هذه زوير الوتر أخطر الوتر يجزي وحده إما إلا ما يكفيش يقيم كان قسم ركعتين هذه الظل ديرت الفريضة هذه ظل الفريضة ذيم كل شيء إذا فقه الأولويات ميزوار لو كان استهضر ذيون ذي الدعوة أسين إلي تقبل ربيون أمن باللي ربيون الحمد لله أم بعد روح تظل ثدو ذي وثيوث وستقدر ييون روح تخدم النوافل نساو ثلاثة ظلي ثلاثة رمضان ميزوار نشغال لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقشي كاع الصحابة إلى ناس نخدم الدعوة أسين تأتون أهل كتاب نغدا فم وقاد المشركين إناس خبرت باللي ربي يون تسجل بريوريتي وقاد مزوالو فإن استجابوا لكم مي يمنا باللي ربي يون خبرت باللي ربي فرض في الاسم خمسة ظلة دقاس المكتوبات وسينارا صلاة الضحى الرواتب قيام الليل تحية المسجد نعطي قادة قادة سنتابري أنزول ذي الفرائض فإن استجابوا لكم ميلا أمنا خبرت باللي ربي فرض في الاسم أذ عشرا وين يسعان الشروط النصاب وشروط الزكاة فإن استجابوا يوث يوث درجة بدرجة الحجذان قالوا الحجذان قالوا سقدر يوم واحد حجر انسى ما زال غسكن ميزوان الشغال طيب أي غردي واكل باش نفهم فقه المقاصد وثقيل يعني من دوسان الرخص الفقهية منها سجن ندرس رخصة من الرخص الفقهية إلا وذا هو مقارن الفقه وايض اسميس فقه الموازنات الميزان يكون في قبيلة نقار فقبيلة ذي الميزان أكين قار الفلاني يسنت قبيلة شو المعنى يسنت قبيلة ما شي ثم سليث لالونج لا ذي الميزان نمسفهم مين ذي شرع ذي الشرع لا وفقه الموازنات أتوازن المصالح المفاسد أين صلحا أين ضرا ذو قين صلحا ذا مخلفا ذا المصلحة الكبرى
المصلحة فمشطوح الوسط الصغرى، المفاسد لنت المفاسد الكبرى المفاسد الصغرى، إميلة عند التعارض مصلحة مفسدة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفاسد مقدم على جلب المصلحة، يعني كلها شريعة مضبوطة ذي كل شيء. أطاس الفقه قلان وقيل معنى الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.